إلى حال أطفال البصرة الآن حتى نتعرف على هذا الحال في ظل عودة مسلسل انقطاع التيار الكهربائي خصوصا في فصل الصيف. نشطاء تداولوا المقطع الذي سنشاهده معكم ووصفوه بقولهم إن هذا الحال يفند كلام عبد المهدي الذي بشر بتحسن إنتاج الكهرباء. كهرباء تريدون كهرباء هاي الأطفال وزير كهرباء ما تباوع لحالهم كهرباء موتنا والله موتنا شين إذا نبهم ما أدري نبهم هاي الطفلة هاي راح تموت والله شوف ها وزير كهرباء شوف وقالي هاي ما أهب العباس من ورا الحار شوف من ورا الحار شوف ها ها شوف حظك وبختك والله حتى عوجة رقبتها وجت رقبتها هاي الطفلة شنو ذني بها هسه هاي لا كهرباء الساعة بالوحدة ويقولون ساعتين نشغل وساعة نطفي ماكو كهرباء تشتغل دقيقة وعشر ساعات طافية المن نشتكي لله بس ولا هم الحكومة ما وراهم بس الهلاك وسفك الدماء.